مشاهدي الوطنية الثانية، صحة شربتكم، مرحبا بكم في سهرة جديدة من سهريات هلال المدينة وبرنامج هلال المدينة. كيف العادة رصد الجو المدينة العربي، الجو سهرات الرمضانية. في سهريتنا الليلة باش تابعوا معنا مجموعة من العروض اللي تقام في إطار مهرجانات المدينة وفي إطار ليالي رمضان، وزادة باش يكون عندنا حوار مع صوت من الأصوات التونسية الشبابية، صوت الفنان المتميز سفيان الزايدي. تابعونا. مواكبات هلال المدينه الليله باش يكون مع عرض الفلامينكو الاسباني، هو عرض تقدم نهار لحد اللي فات في المسرح البلدي بالعاصمه. نخليكم مع مقتطفات ومع كواليس عرض الفلامينكو الاسباني. Pues bueno, la vamos, trabajamos esta noche. Es un espectáculo que se llama Sonido Blanco y bueno, un espectáculo de flamenco tradicional, ¿vale? Donde hay un cantador, un guitarrista, una bailadora y yo. Y bueno, hemos elegido el nombre de Sonido Blanco porque pensábamos que para el público que va dirigido el espectáculo, pues era más apropiado pues elegir palos de flamenco que no fueran tan puros o palos de flamenco más profundos, digamos. Entonces hemos escogido la vertiente de los palos pues más rítmicos, más alegres, para que el público pues lo pueda entender un poco mejor. Y de ahí el nombre de Sonido Blanco. Bueno, en este espectáculo vamos a hacer varios palos tradicionales de aquí, de nuestra tierra. Vamos a pasar por los tangos, tangos de Málaga. Vamos a hacer Alegría de Cádiz. Solea por bulería, bulería, rondeña, una variedad muy amplia ahí en el flamenco.
فنان تونسي أصيل تعرف تمسكه بالأغنية التونسية منذ إطلالته الأولى، عنده ثقافة موسيقية واسعة، يعزف على أكثر من آلة موسيقى، اختصاصه آلة العود الشرقي والتونسي. اليوم هو مشرف على المجموعة الصوتية في المعهد الرشيدي. ضيفنا هو الفنان التونسي سفيان الزايدي. بابا علي عزوز يا بابا، آه يا الإخوان، سيدك أحلى العين يا بابا يا مولا. صح شربتكم وصح شربت اللي يتفرجوا فينا الوطنية الثانية ولا توينس الكل. سيدي رمضان عنده نكته وعنده طقوسه، وانا اقول خاصة نحكي على ذكرياتي في زغوان، في الأجواء النمط الأندلسي، في الأكل أو في العادات والتقاليد. عنده الحقيقة صبغة خاصة وعنده ذكريات بالنسبة لي أنا، عنده وقحة هكا علاش معناها ديما فما حنين هكا لي مومون اللي اذا كان مع العائله ولا مع الاصحاب ولا في البلاد العربي كل القوى العربي بعد شق الفتر. دونك لما قلنا انا ديما نستناوها مريره في العام. بابا علي عزوز يا بابا، اه يا حلقة لازمها تتواصل بين الجيل اللي سبقونا واللي عطاوا الموسيقى التونسية وبين الجيل الجديد اللي الحقيقة قاعد قلوا احنا يزاحم في هالإطار الموسيقات الدخيلة على بلادنا وعلى عاداتنا وعلى تقاليدنا. لكن مع احترامي للأذواق الكل، ديما تقعد الموسيقى التونسية هي شغلنا الشاغل باش إنسان يخدم عليها ويطورها ويقدم للجيل اللي بعده للرسالة اللي تكون معناها تناقل من جيل إلى جيل. والناس اللي تعبت وعطات الموسيقى التونسية مطالبين زادة باش توصل يعني موسيقتهم للأجيال الكل. وفي إطار المعهد الرشيدي اللي سنة نحتفلوا بمرور 80 سنة على تأسيسه، قاعدين نشتغلوا بتوازي مع الفرقة الموسيقية اللي يقودها المايسترو نبيل زميت، وقاعدين حقيقة نشتغلوا مع بعضنا. زاد معنا سي عبد الكريم أصحابه اللي هو المشرف على المعهد المعهد الرشيدي الكونسرفاتوار احنا نقوله، وتحضير البرنامج ويعني على مستوى سنة كاملة والحفلات الشهرية، ونحاولوا في كل مرة نقدموا حاجة جديدة من أعمال يعني للملحنين اللي قاعدين معنا يخدموا في خدمة حلوة برشا. فاللي يفرحني أكثر لكونه وقت اللي نشوف الحفلات نشوف الجمهور اللي قاعد يحضر معناها
صحيح في الكبيره من يعني الجيل القديم، لكن توا قاعدين نشوفوا في الجيل الجديد اللي في عمري واللي اقل مني قاعدين يحضروا في الحفلات، وهذا مهم برشا لانه لازم الرساله توصل، معناها اللي كونوا موسيقتنا راهي ماهيش حد سيدي رمضان ولا المناسباتيه، راهو على مستوى عام كامل، وتوا الفرصه متاحه من خلال الفضائيات والا الاذاعات باش نسمعوا موسيقتنا في معناها مختلف المناسبات. فما حاجه اللي الحقيقه السنوات الاخيره بدينا نحسوا بها احنا كفنانين هي تسويق العمل. تسويق زمان يعني وصوله للناس سواء على مستوى الصوت او على مستوى الصوره، توا سورتو بريد الاخرى ولينا دخلنا على مستوى الصوره والمساحات التلفزيه ولات موجوده باش واحد ينجم يصور على طريقه الفيديو كليب الاغاني نتاعو باش نجم توصل. لكن وقت اللي ناخذ انا عمل معروف معناها كي باش نقول اعاده يعني توزيع الاغاني كيما بحث حبيبتي، لانه اغاني ناجحه وتضمن انت كي باش تعاودها بيان سور، لانه مش اي اعاده لازم فما زاد طريقه الإعادة تكون فيها بصمة نتاع إنسان متمرس وعنده يعني أساليب، نقولوا احنا الأداء اللي باش تنجح الغناية، خاطر مش بالساهل الجمهور باش يكون عنده الفيرسيون القديمة وباش يعاود يسمعها بطريقة جديدة، فلازم أنت تكون يعني ذكي بطريقة اللي باش توصلها. لكن فما لانجيكسيون نتاع الوقت نتاعنا، معناها كيما بعد حبيبتي يعني فيها ليسبري نتاع 2015، أغنية بابا علي عزوز يمكن هذيك حفظت على اللحن الحقيقي واللحن اللي ما يعرفوش برشا عباد، فحبيت هذيك زاد اوماج للطريقه اللي تربيت عليها. لكن ما يمنعش اللي عندي بعض الاعمال قاعد نحضر فيها، معناه في المانع حضرت يعني قدمت ثلاثه او اربع اغاني، وتوا مازلت كي يعني كي كملت اغنيه جديده من الحان وتوزيع امين القلسي وكلمات شعر ياسين الحمزاوي، ان شاء الله على القريب العاجل ان شاء الله ناوي نصوروه على طريقه الفيديو كليب. عند حبيبتي تحلى الصغرية، عند حبيبتي تحلى الصغرية، وبعد حبيبتي تحلى الصغرية، كي تضربني نعود شوية. جاي صعوبته ساعة في تمويله، لأنه يعني احنا قاعدين نصرف على الأغاني بتاعنا والأغنية ذا كيف تكون بمواصفات يعني فيها النجاح على مستوى التسجيل والتلحين والتوزيع، معناها الحقيقه يعني الانسان باش يوصل يعمل ثلاثه او غنيتين في العام تتكلف، دونك نحاول الانسان باش يكون موجود في الساحه بالاغاني نتاعو، لكن وقتاش باش تلقى الكلمه واللحن والاداء هذا باش يكون يعني عمل متكامل، واضافه الى تسويقه انه باش يوصل للجمهور زاد فما منظومه كامله على مستوى يعني ايصالها للجمهور. مؤخرا كما قلت نكبيت على تحضير اغنيه جديده لي من كلمه شعر ياسين حمزاوي والحان امين وتوزيع امين القلسي، تقول ناسي ناسي نية ناسي تنسى غرامي وسهر الليل، يلي ما راعيت احساسي العاشق ما يموت ذليل. ان شاء الله بيانتو توا ان شاء الله تتصور على طريقه فيديو كليب ونعديوها في الوطنيه الثانيه. الانسان اللي يقول باش يعمل انتاج باش يوصل جمهور باش يقدم العروض ويقدم، انا الحقيقه ممكن الحاجه اللي تنضاف لي لكون انا العروض قاعد نشتغل عليهم على مستوى سنه كامله ونقدم في العروض، دونك الانتاج راه معناها اوفيغ ميزور معناها باش يتعمل مع الـ يعني التجارب مع العروض سواء في تونس او خارج تونس، وكانت لي عديد تجارب مع الاخوه الاسبانيين مع البولونيين، في كل مره نحاول معناها نعرف بالموسيقى التونسيه معناها خارج تونس بيان سور. كتمت المحبة سنين ورأيت ما نفعني كتير، ومن شيمة العاشقين ألا يدعوا في الغرام، وكنت
عينك لا تخون الذيمة مزودني غلا وسرور. اختيار مني كما قلت من الاول باش نخدم على الموسيقى نتاعنا وحاجه تضيف لي لشخصي كونه باش نعرف بالموسيقى التونسيه خارج حدود الوطن وهذايا معناها مسؤوليه واضافه للموسيقى التونسيه نتاعنا اللي كونه راهو مش بالضروره كي نمشيو للمشرق باش نغنيو الشرقي ولا نمشيو للبلاد معينه باش نغنيو النمط نتاعهم، لا بالتونسي نتاعنا نجموا نعرفوا به واللي يقول لك انا التونسي نجم يغني الالوان الكل ويعزف الالوان الكل، اما العكس هو اللي ما نجمش يصير. نجمش تجيب واحد من المشرق ويجي يغني لنا طبوع التونسيه ولا يعزف لك، لازم الانسان يكون عايش في تونس برشا سنين باش يعرف حتى جزء صغير. هذا لانه موسيقتنا فيها ثراء فني كبير ومرت على تونس حضارات كبيره خليت موروث مهم برشا واللي احنا مطالبين باش نحافظوا عليه ونعرفوا به مع الناس سواء في تونس او خارج تونس. عندي رسالة شاب تونسي كما قلت انت بارابور يعني التيارات الغنائية الجديدة واللي هي تعتبر دخيلة في حقيقة الأمر على الهوية الموسيقية التونسية، وبالعكس هذا دافع مني باش نشتغل أكثر على الموسيقى نتاعنا من خلال محاولات سواء كانت في إطار محلي أو في إطار عالمي، وهذا من خلال تجارب عشتها مع عديد الباحثين والموسيقيين في مختلف بقاع العالم، ويزيدني إصرار كونه كي باش نحكيو على تونس راهو باش نحكيو على الموسيقى التونسية مانيش نحكيو على أنماط أخرى مع كامل احتراماتي بيان سور للأذواق، لكن في حقيقة الأمر عندنا مثال يقول لك كسكسلو يرجع لأصلو، راهو احنا مطالبين باش نشتغلوا على الهوية نتاعنا، لكن مع التطوير ومع التجديد ومع المحاولة باش ترغب أنت الجيل الجديد زادها لأنه هو مش ملام عليه برشا إذا كان هو ما خلطش الناس اللي تنجم تفيده، دونك أنا ممكن كان لي يعني كانت لي الفرصة باش خلطت ناس اللي أعطاوني دفع باش نهتم أكثر بالموسيقى التونسية. صلي وعلى محمد، صلي وعلى محمد، صلي وعليه زيدوا، صلي وعليه زيدوا، يا من يعشق محمد أه يا ربي تاخو بيدو. نحب نشكركم على اللمة الحلوة هذيا ونشكر معناها بالأخص الى عبد العزيز بن زكور فلما في داره لما الحلوه اللي مكان خاص جدا الحقيقه ونشكركم انتم برنامج هلال المدينه اللي ديما يتابع الفنانين التوانسه والاحداث الثقافيه اللي هي الحقيقه ان شاء الله تكثر، نقول لك الاحداث الثقافيه لانه في حاجه باش بلادنا تهتم اكثر بالثقافه باش ما يكونش مجال للارهاب ومجال حتى شبابنا باش يوعي اكثر بمدى وطنيته واهتمامه ببلاده باش ما ينساقش الى تيارات اخرى. ان شاء الله نوعدكم ونوعد جمهور سفيان الزايدي باش يقدم الكثير للموسيقى التونسيه من خلال اعماله. ان شاء الله في القريب العاجل باش يكون انكباب واهتمام اكثر بالانتاجات وان شاء الله تشوفوها على الوطنيه الثانيه. شكرا. زيد الفطناسي أثف سهرة من سهرات مهرجان المدينة قدم فيها معزوفات وموسيقى من الجاز ومن مختلف موسيقات العالم. نقدم فيه مقطوعات قمت بتأليفها. المجموعة هذه اسمها شمس المتوسط وولدت المجموعة هذه من 99 وإن شاء الله اليوم باش نقدموا البروجي الجديد هذه بعنوان أبستراكسيون معناها تجريد باش نغوصوا في عالم خيالي ببعضنا الناس الكل وإن شاء الله نكتشفوه تباعا إن شاء الله.
وتليقي بين المجموعة شمس متوسط والفنانة إيمان الخياتي. صوت معناها ممتاز جدا وإن شاء الله تكتشفوها في العرض. وباش تكون هي لانفيتي دونور نتاعنا، فما إن شاء الله معناها حاجة جديدة باش نقدموها بور لا بروميير فوا أجوردي إن شاء الله. فيت عملت جروب اسمه جاز اب مع وسام لاش كي ان بيانيست ان كومان تاعنا وزياد، ومع ايمن الوهيبي على جيتار. دونك عندي اكسبيريونس بون موزيك، انا 10 سنين ديت مع بلو نوت بروجيكت ملك الاخوه وعاد الجويني وعاد العزوز. من بعد معناتها سا ايفولوي، خرجنا عملنا بروجي وحدنا جاز اب اون في كو دو جاز معناتها كلاسيك. دونك نجم نقول اللي تونسي اليوم شغاني وكان تونسي ولا تونسي مغامره معناتها تونسي بتبع جاز دونك مغامره. تقريبا نوصلوا لنهاية حصة الليلة من برنامج هلال المدينة. الجمعة الجاية في نفس التوقيت نتقابلوا مع مواكبات لسهرات رمضانية ومع استضافات أخرى. ليلتكم زينة وفي الأمان.